السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من الفتنة. زمان قالوا الولد مجبنة مبخلة، وهو أصل حديث نبوي روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار مثل بيتكلم به الناس، الولد مجبنة مبخلة، ومعناه إن الأولاد وشدة حبهم مدعاة للجبن، فيخاف الإنسان إن هو يبادر في أي مبادرة من مبادرات الحياة خوفا من ان يحصل له حاجه عشان ولاده، ومبخله لانه هيكون حريص بسبب التعلق بالولد على امواله انها تروح منه، انها تنقص، فيبخل في كل شيء، حتى في حق ربنا سبحانه وتعالى من الزكاه والصدقات وسائر وجوه البر. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الفتن في القران الكريم قرن بين الافتتان بالاموال وبالاولاد، فقال: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وأن الله عنده أجر عظيم. محبة الولد أمر طبيعي وفطري، هل ممكن ينهى عنه الإنسان إن هو يحب أولاده؟ لا طبعا، الولد قرة عين، لكن ممكن يصبح الولد في يوم من الأيام مصدر فتنة، أو هو فتنة في حد ذاته، ممكن تغلق القلب عن بلوغ الحق والعياذ بالله، أو ممكن تمنعه عن الاستماع لمراد ربنا سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، فيكون حب الأولاد في الحالة دي فتنة كبيرة وعظيمة. كان يقول بعض الصحابة، وهو الأشعث بن قيس، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ولد؟ قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك. النبي بيسأله: هل عندك أولاد؟ فبيقول له: نعم، ربنا سبحانه وتعالى رزقني بولد وأنا جاي لك. ويقول بعدها: لوددت أن مكانه شبع القوم، يعني وددت بدل الولد أن قومي يشبعوا من الطعام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة أعين وأجرا إذا قبضوا، ثم إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة. والمعنى ده اللي احنا بنقصده لا يتنافى مع الرحمة بالولد والشفقة عليهم وحسن معاملة الأولاد والتودد ليهم والاستمتاع بوجودهم في الحياة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والولد هو ده بالفعل هو الزينة. لكن لو تفتكروا نحن في أول حلقة لما تكلمنا عن الفتنة أو تكلمنا عن الزينة، قلنا الزينة أو الفتنة هي الحاجة اللي من بره شكلها حلو، لكن ممكن تجعل الإنسان يطغى أو يضل. ويروى عن سيدنا أبي هريرة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي، سيدنا الحسن ابن بنته، وكان قاعد معاه أحد الصحابة وهو الأقرع ابن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. الرحمة بالولد والعطف عليهم وسائر شؤون الرفق من المطلوبات الشرعية، لكن الفتنة بتكون في تعلق القلب الشديد بيهم لدرجة تخلي الإنسان منصرف بس لتحقيق رغبات أولاده، حتى لو فيها شر، حتى لو منعوه من الاشتغال بما خلق له الإنسان. ومن مظاهر الفتنة بالولد هو الحرص على جمع المال ليهم من أي مكان، من حلال أو من حرام، وما يتأكدش الإنسان هل مصدر ماله ده بالفعل مصدر حلال ولا ممكن يغضب ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن الكلام على المال بالكلام على الولد في القرآن، يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. زي ما الأولاد في الحياة وزي ما الأموال في الحياة ممكن تدعو الإنسان للطغيان وللظلم وللتفاخر، كذلك الولد. وفي كثرة الأولاد مع تعلق القلب بالدنيا ومع عدم الإقبال على أمر الله سبحانه وتعالى شيء من الفتنة. طيب هل فتنة المال أشد ولا فتنة الولد؟ ممكن حد يسأل السؤال ده. خلوا بالكم إن الفتنة بالولد بتكون أشد من فتنة الأولاد، لأن الولد ممكن يحمل الوالدين على اقتراب الذنوب والآثام في سبيل تربيتهم والإنفاق عليهم وتكثير الثروة ليهم، وكل هذه الأشياء قد تؤدي للجبن عند الحاجة إلى الدفاع للحق، أو تؤدي إلى الدين، أو تؤدي إلى البخل بالزكاة، أو تؤدي إلى البخل بالنفقات المفروضة والحق الثابت. وفي شيء خطير جدا يجعل من الولاد فتنة عظيمة، هي أنه لو مات واحد من هؤلاء الأولاد طبيعي أن الإنسان ممكن يحزن على الفقد، لكن لما يموت أحد الأولاد ممكن الإنسان قلبه
يصير والعياذ بالله في حالة فراغ من وجود الحق سبحانه وتعالى، ممكن يخلي الإنسان يجزع يهلع. الخوف والحزن على فقدان الولد ممكن يستدعي السخط على ربنا سبحانه وتعالى والاعتراض على القضاء والقدر. تبدأ بعض الأمهات تنوح، تمزق الثياب، تلطم الوجوه. وعشان كده فتنة الأولاد أكثر وأعظم وأشد من فتنة الأموال. الراجل بيكسب المال الحرام وبيأكل أموال الناس عشان الأولاد، ومن مظاهر الفتنة بالأولاد إنهم بيكونوا من أسباب نشوء النزاع في النفس، يعني يخلوا القلب لا يقبل الحق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكان يروى في سبب نزول الآية دي إن راجل سأل سيدنا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، سألوا عن هذه الآية، فقال له ابن عباس: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا عايزين يهاجروا لسيدنا النبي في المدينة، فأبى أزواجهم وأولادهم. أزواجهم وأولادهم رفضوا إن هم يسيبوهم ويروحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما جم وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، رأوا الناس بدأوا يفقهوا الدين، رأوا الناس بدأوا يتعلموا حاجات كتير هم لسه ما تعلموهاش، وبدأوا يشوفوا إنه الفتنة بأولادهم وأهليهم كانت سبب عن تأخرهم للخروج للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهموا إن ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بأولادهم، فأنزل الله هذه الآية. الإنسان ممكن يفضل طول حياته يجمع الأموال من الحرام عشان الولد، وفي الآخر ابنك ممكن ما يشكركش على ده، ممكن يتمرد عليك والعياذ بالله. وشفنا بالفعل في الواقع ناس وقعوا في مثل هذا والعياذ بالله. اللي عايز يعرف المآسي اللي احنا عايشين فيها يفكر في يوم يروح أي دار من دور المسنين اللي مليانة ناس كبيرة في هذا السن، وابدأ اسأل نفسك: هم الناس دول ما فيش عندهم أولاد؟ هتكتشف العكس تماما، إن عندهم أولاد وربما في مناصب عالية وفي حالة جيدة من رغد العيش، لكن الفتنة بالحياة منعتهم من حمل أبائهم في الكبر زي ما الأب والأم حملوا الابن في الصغر. بيحكي لي أحد الناس، بيقول: مرة ست كبيرة في واحدة من دور المسنين تزوجت وربنا سبحانه وتعالى رزقها بطفلة، ولما كان عندها حوالي 24 سنة الزوجة زوجها توفي، سابها ولم يكن معه من المال إلا هذه البنت وإلا الشقة اللي كانت قاعدة فيها. والمرأة بعد موت الزوج تعلقت بهذه البنت تعلق شديد لدرجة إن هي كانت بتشتغل في اليوم أكتر من 3 شغلانات، وفضل الله علمتها وربتها لحد ما زوجتها. وبعد الزواج بمدة بنتها طلبت منها إن هي تيجي تعيش معاها في البيت، لأن المسافة بين بيتها وبين بيت الأم في غاية البعد. الأم بالفعل بدأت تنتقل وتعيش مع بنتها في البيت، ومع مرور الوقت بدأت بنتها بسبب إلحاح من زوجها تطلب من والدتها إن هي تكتب الشقة باسمها، وفضلت بالفعل قاعدة عايشة مع بنتها وكتبت لها الشقة القديمة باسمها، وبدأت في هذه الحالة تنشأ النزاعات ما بين البنت والأم بسبب وجودها في البيت. عارفين إيه اللي حصل؟ زوجها طلب من البنت دي وخيرها ما بينه وبين أمها. البنت للأسف اختارت زوجها وطردت أمها في البيت، مش كده وبس، رفضت إن هي ترجع حتى بيتها القديم. الست دي كانت بتحكي هذه القصة لأحد الأصدقاء وتقول: سبحان الله، أنا عملت مع هذه البنت اللي محدش عمله مع أي ابن، وفي الأخر كانت عاقبتي إن هي تطردني وتخليني في الشارع. فأصبحت البنت فتنة لوالدتها، وبدأت الأم تنطق وتعترض بالسخط وتقول: ربنا سبحانه وتعالى عمل معايا ليه كل ده مع إني أحسنت ليها. احذروا يا جماعة الافتتان بالأولاد، قد يكون التعلق بالولد وبحب وحب شديد لو تعارض مع رضا ربنا القاسمة اللي بتضيع من الإنسان دينه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. شكرا لحضراتكم، نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.